السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. الموازنة الثلاثية، تأخر تعليمات التنفيذ وإطلاق الأموال وتحذيرات من عواقب وخيمة على الاقتصاد. الشيخ الدكتور حمودي أطرح استراتيجية نوعية في مواجهة العالم الغربي ودعمه لجرائم غزة. حياكم الله مشاهدي الأحبة. لا تزال الموازنة العامة ممنوعة من الصرف والتنفيذ رغم مرور مدة طويلة على منحها الضوء الأخضر لتجاوز عتبة البرلمان. تأخير من دون أسباب واضحة أو مبررات شافية لكم الأسئلة اللي تطرح مرة واحدة، سواء من الجهات ذات العلاقة أو الشرائح المجتمعية اللي ضمنت مؤخرا أو ضمنت في قوائم عديدة من موظفي الدولة. عدم منح جواز لإطلاق التخصيصات المالية ينذر بعواقب وخيمة للاقتصاد وللمشاريع الخدمية، خاصة مع مؤشرات الحاجة المتزايدة للوزارات والمحافظات لتخصيصاتها المالية من موازنة الثلاث سنوات. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، فإن العالم الغربي الذي يعني جزء الإنسانية تبعا للمواقع الجغرافية والاعتبارات السياسية ومنح الضوء الأخضر لإسرائيل في الاستمرار بجرائم الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، توجب الضرورة أن يتم التعامل معه بمبدأ الند النوعي. وهذا ما شدد عليه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي، الذي طرح لغة تفاهم جديدة مع الغرب تقوم على مبدأ النفط مقابل حماية قطاع غزة، وهذا ما يشكل تحولا استراتيجيا في طبيعة خيارات المواجهة. فالغرب لا يمكن أن يستغني عن مصادر طاقة منطقة الشرق الأوسط، واللي تعد عنده بمثابة ضرورة ملحة. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا في هذه الليلة، تتفضل البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور علاء القصير الخبير الاقتصادي ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك الدكتور مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي ضيوفا أكارم في الاستوديو. أبدأ مع حضرتك دكتور علاء، مساكم الله بالخير. يعني تقريبا 4 أشهر على تجاوز الموازنة عتبة البرلمان لكنها غير متاحة لإطلاق التخصيصات، أريد نعرف
مدة مجلس الوزراء، مدة أخرى أكثر بمجلس النواب، والنواب ممنوعة من التنفيذ. القصة ومفاتيحها وين دكتور علاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية التحية لحضرتك وتحية للضيف الكريم أخي وأبني عزيزي إن شاء الله. المشكلة يعني المشكلة في هذه الموازنة، يعني دائما أسميها الموازنة الغائبة الحاضرة، يعني مشكلة الأحزاب، يعني هي مشكلة موازنة الأحزاب وليس موازنة عامة لبلد مثل العراق. وبالتالي تبقى المشاكل كما هي، تنتهي السنة وتبقى المشاكل يعني عالقة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية. وخليني أكون صريح، يعني أكون صريح في عباراتي، المشكلة الأساسية اليوم في كل ما يتعلق بالاختلاف فيما يتعلق بالتخصيصات المالية هو موضوع كردستان وموضوع الأحزاب الكردية اليوم. وأقولها أيضا صراحة أنه في حال عدم موافقة الإقليم سواء كان سليمانية أو أربيل أو حتى المحافظات الأخرى فلن تكون هناك موازنة واضحة، لأنه من ضمن الائتلافات أو من ضمن الاتفاقات السياسية اللي حصلت بين الإقليم وبقية الأحزاب أن تكون هناك تخصيصات ثابتة وتخصيصات يعني غير يعني لا تتعلق بكل ما هو يحدث الآن فيما يتعلق بالتخصيصات الرواتب والبيشمركة وأمور أخرى. لذلك تبقى يعني في آخر تصريح لبعض الأخوة في وزارة المالية أنه قد يكون مثل ما تفضلت فيما يتعلق بالكساد والمشكلة الاقتصاد بشكل عام، أنه شهر 11 وشهر 12 ستظهر هناك علامات فارقة فيما يتعلق ب التخصيصات المتعلقة برواتب المتقاعدين والموظفين، وهذا يعني تم نشره في الصحف وكذلك الفضائيات. هذا هو يعني هذه هي المشكلة، يعني اليوم احنا مشكلتنا الميزانية التشغيلية اللي يعني اكلت الاخضر واليابس، وبالتالي ظهرت فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية ظهرت وستظهر ايضا اكلها في موضوع يعني المشاريع المتلكئة، في موضوع يعني الفوائد المترتبة على الديون العراقية سواء كانت هذه الديون داخلية أو خارجية. المشكلة كبيرة أكبر مما يعني يتحدث بها بعض الأخوة الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد من الإعلاميين ومن السياسيين فيما يتعلق بوضع العراق، يعني ليس فقط خلال الشهرين أو ثلاثة أشهر القادمة، ولكن حتى في الموازنات إذا ما تم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق. احنا يعني سمعنا انه هناك تعليمات جديدة ستصدر فيما يتعلق بمسألة النافذة، فيما يتعلق بمسألة الحوالات الخارجية الى الداخل، لكن كلها اعتقد حلول ترقيعية. مشكلة الموازنة مشكلة من الصعب حلها طالما هناك من يريد ان يسيطر وهناك من يريد ان يستفاد. طيب. التخصيصات تتعلق ب اكو من يبحث عن الاستفادة، اكو من يبحث عن السيطرة وفرض الإرادة. طيب في ما يتفضل به الدكتور علاء القصير أستاذ مصطفى، اكو رأي ايضا من لجنة النفط النيابية يقول هذا الرأي بأن تأخر تنفيذ الموازنة هو تعمد من المالية حتى تعبر اكبر قدر من المدد الزمنية الابتعاد عن العجز المالي. كيف تنظر الى هذه الرؤية؟ نعم، بداية لحضرتك ونرحب بالدكتور علاء العزيز ونرحب بمشاهدي قناتكم الأعزاء. لا، هذا الرأي غير صحيح. لماذا غير صحيح هذا الرأي؟ لأن العجز اللي تم وضع في موازنة 2023 24 25 خلينا نحكي على 23 اللي هي تحت التنفيذ الآن، هو ليس عجز من تضين تصعد أسعار النفط اللي هي صعدت، لا، هو عجز من البداية مغطى. يعني 23 من خزينة الدولة مداور، 23 سندات تسحب من البنك المركزي العراقي، وعندك خمسة هي سندات بدأت تطرح الآن سندات إعمار، وعندك ثلاثة تريليون من قروض الحكومة من المصارف الحكومية موجودة عند السيولة تحت اليد. فبالنتيجة هو ماكو عجز حقيقي يعني انتظر أسعار النفط تصعد هي ارتفعت، لكن هو أساسا ما منتظرها احنا. فبالنتيجة ليس هذا السبب الأساسي، إنه السبب الأساسي هي ما عندنا دينار. احنا حقيقة حاولنا كل المحاولات الممكنة كمختصين بهذا الجانب مع الحكومة إنه يابا لا تروحون بهذا السيناريو، سيناريو مبلغ كبير 200 تريليون دينار، مبلغ ضخم. احنا سنة 2022 صرفنا 108 تريليون مع قانون الامن الغذائي، يعني عندك 1 على 12 زائد قانون امن غذائي اتى باموال طارئه صرفت على عجاله كلها سوى 108 تريليون.
انت تجي في سنوات 23 24 25 تجي تصرف 200 تريليون بالسنه، يعني تضاعف الصرف. طبعا هذا الموضوع مو عبالك في شيء سهل، هذا يحتاج تضاعف قواعد الانفاق، تضاعف الرقابه، تضاعف عمليات التنظيميه، والاهم من مضاعفه الرقابه واليات التمويل وغيره، من وين الدينار هذا؟ احنا سنويا شهريا نبيع ب 6 7 تريليون دولار للتجار، وعندنا جبايات تصير 7 7.5 تريليون ندفعها رواتب تمشي الامور. اما الان انت بحاجه لاكثر من 15 تريليون، محتاج 16 17 بالشهر الواحد. من وين؟ الطبع محجم، امريكا ما تقبل تطبع انت بكميات كبيره، تقول لك انت ترصد هوايه، وهذا الدينار ماذا تجيبه؟ وين عملياتك المصرفيه؟ وين الجبايه؟ بالتالي النظام العالمي يريد عمل حقيقي، ما يقول لك تطبع وتعرف وين فلوسك وين تروح، ما يصير هذا الشيء. فاولا ما عندنا جبايه، ما عندنا عمليات مصرفيه تجيب لنا فلوس، فبالنتيجه دينار ما عندنا. اليوم احنا من نجي ننفذ على اساس الدينار اللي عندنا ونطبع بحدود، فهذا سبب اساسي اخر. سبب ثالث حقيقه، يعني الحكومه العراقيه وضعت قرابه 50 تريليون للمشاريع. المشاريع الحكوميه احنا الدوله العراقيه حسب قانون العقود الحكوميه تعمل بنظام الذرعه. يعني المقاول يروح ينفذ ذرعة، حتى المشاريع المتلكئة أو عادل، حتى المشاريع الآن بدأت تشتغل، ينفذ ذرعة عمل، تطلع وزارة التخطيط تشوفها ذرعة منجزة يلا تصرف لها الفلوس. فحقيقة أكو أعمار قاعد تنجز الآن وماكو، يعني ما مطيها فلوس، فهذا سبب آخر ما تشوفها تنزل بالصرفيات، إنما هي قد تكون هذه قاعد تنجز. وسبب آخر أعتقد مو في مالي من الناحية المالية، إنه أحكم مجالس محافظات جديدة، فبعض المحافظين يقول لك ليش ادخل في مشاريع الان اسحب الفلوس واتورط له هاي، يعني هي بعد شهر شهرين خلي انتظر. فثلاث اسباب ماليه، ضخم الارقام الماليه، واحنا كنا ضد هذا الموضوع. انا كنت مع تقسيمه ثلاث موازنات، موازنه هاي الحكوميه رواتب زائد استثماريه، وموازنه خاصه بهيئه الاستثمار تنمي القطاع الخاص، وموازنه خاصه بالبنك المركزي ينمي القروض، سوي موازنه قروض. ما مشت فكرتي، مشت على 200 تريليون تنضخ الى الوزارات والمحافظات، ان شاء الله يكونوا قادرين على انفاق هكذا مبالغ ضخمه لاول مره بتاريخ العراق. انا شخصيا اعتقد ان هذه المبالغ الضخمه تحتاج الى تنظيم الدوله اكثر ما تنظيم يعني وزير او تنظيم محافظ، لكن ما مشت فكره غيرنا. عموما احنا بالتالي احنا عايشين بالدوله، ان شاء الله تنجح الفكره. الحكومه يجب ان تضاعف جهودها للرقابه الماليه على هذا النوع. طيب اكو ايضا حديث سياسي دكتور علاء، يعني ان الموازنه مجمده لحين انتهاء الدعايه الانتخابيه لمرشحي الانتخابات المحليه ومنعا لاستغلال المال العام. هذا الراي يعني بدر من عده شخصيات ومنهم عضو لجنه الخدمات النيابيه السيد باقر الساعدي. هذا الراي مدى صحته لو هو لربما يغطي على مسائل غير هذا ما ذكر، يعني لا ليس له علاقه بالدعايه الانتخابيه. لا اعتقد يعني هناك يعني امر يتعلق بنسميه الجانب السياسي او جانب الانتخابات فيما يتعلق بالموازنه، يعني قد يكون هناك حديث في مساله استغلال المال العام او استغلال بعض المحافظين اللي دخلوا يعني دخلوا بالمجال السياسي، خلي اسميه، او دخل مجال الانتخابي. المشكله اساسا سيدي الكريم، يعني اليوم المشكلة تفضل بها الأخ الضيف، أنه يعني كيفية السيطرة على الدينار وعلى الدولار بنفس الوقت. يعني اليوم الشحة بالدينار العراقي إضافة إلى الشحة بالدولار، يعني هي يعني كمية المال أو كمية النقد الموجودة اليوم بالدينار العراقي أصبحت شحيحة. ولذلك يتوقع كثير من المسؤولين في المجال الاقتصادي أنه قد تكون هناك مشاكل في مسألة توزيع الرواتب أو الموازنة التشغيلية بشكل عام. وحتى الدولار اليوم، يعني مساله يعني انا دائما اكد على مساله احصائيه، يعني لماذا لم ينشر مثلا يعني كميه الدولار اللي تم يعني شرائها من البنك المركزي او من النافذه؟ يعني تصير اكو احصائيات اسبوعيه وقد تكون احصائيات شهريه، ايش قد تم صرفه من قبل البنك او بيعه من قبل البنك، وكم يعني تم من الصرف لهذه الكميات من الدولارات؟ هذه غائبة. وبالتالي نعم هناك فساد فيما يتعلق بتهريب الدولار، وحتى هناك فساد فيما يتعلق بتهريب الدينار العراقي إلى الخارج، ومؤشراتها موجودة. لذلك لا أعتقد هناك يعني جنبة سياسية تتعلق بمسألة الانتخابات واستغلال
يعني مال الموازنة لهذا الغرض، لأن في رأيي ما يمتلكه السياسيون والسلطة ورجال السلطة اليوم لمسألة الانتخابات أكثر مما موجود الآن أو المتبقي الآن من الموازنة، وعندهم الإمكانية وعندهم القدرة على إدارة العملية الانتخابية ودعم أحزابهم بشكل جيد وبشكل يغطي كل تكاليف هذه الانتخابات. إذا هذا الرأي لو نأخذ على الصحة بأنه لها علاقة بالدعاية الانتخابية، وحتى لا يذهب هذا المرض من المال السياسي وبعدين يجوك مجالس محافظات جدد ويقول لك والله لقينا الميزانية مكنوسة وهي القوانين المشخوطة اللي سمعناها كثيرا، هذا الرأي إذا كان صحيح يعني بحسبة بسيطة الموازنة راح تكون متاحة منتصف شهر 12، نحتاجها بعد أصلا لو عبرنا على موازنة 24؟ أستاذ مصطفى، لا، هي في منتصف شهر 12 يصدر قرار بإيقاف الصرف والتحول لإحصائيات الواحد على 12 حسب قانون الإدارة المالية، هذا الكلام رقم 6/2019، في منتصف شهر 12 يصدر كتاب إيقاف الصرف الجديد والاعتماد نسبة واحد على 12 لحين إقرار الموازنة القادمة. لكن بما أن الموازنة القادمة مقررة بشرط إرسال القوائم الجديدة، يعني لك تعديلات ترسل البرلمان، بس حتى إذا تروح البرلمان يعدلها البرلمان هاي يستمر الصرف، فبالنتيجة ما راح تتوقف، راح ندخل في صرفيات موازنة 2024 اللي هي مطابقة طبق الأصل لموازنة 23، فبالتالي راح نبقى في قاعدة زيادة الإنفاق، فماكو مشكلة. يعني المشاريع اللي مدروجة ب 23 ما تنفذت تدخل 24 يستمرون بعملية تنفيذها حتى لو كانت جديدة بعد ما داق بها بسمار. ليش؟ يعني 23 نفسها 24 و 24 نفسها 25، إنما الفرق الوحيد هو السنة وإرسال قوائم بالجداول الجديدة إلى مجلس النواب لغرض المصادقة. صادق مصادق مو مشكلة، لأن هي الموازنة مقررة 3 سنوات. طيب من اللي يتحمل هذا التأخير دكتور علاء؟ وزارة المالية؟ وزارة التخطيط؟ أعتقد الكل يتحمل هذا التأخير، يعني بدءا من البنك المركزي ووزارة المالية والبرلمان وحتى الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بالموازنة. يعني لا يعني المشكله اليوم، يعني دائما انا اكد على مساله التدوير في 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 اداره او في من يقوم باداره الملف الاقتصادي في هذا الوضع. يعني لماذا يعني تم تغيير وتدوير كثير من الساده المحافظين والمدراء العامين والى اخره في الدوائر الامنيه وغيرها، لكن نحتاج هذا اليوم تدوير و تغيير في من يتولى السلطة المالية أو السلطة الاقتصادية. يعني اليوم يعني إدارة المال في العراق يعني إدارة ما أقدر أسميها إدارة متخلفة العفو، لكن أسميها إدارة غير قادرة على اتخاذ قرارات يعني ما أقدر أسميها ارتجالية ولا أقدر أسميها يعني ذات بعد وطني، طالما هناك يعني ضغوطات، قد تكون هذه الضغوطات سياسية أو يعني ضغوطات حزبية، لكن مع ذلك اليوم يعني هي رسالة للسيد رئيس الوزراء المحترم أنه نحتاج إلى تغيير في البنية الاقتصادية بالكامل، بدءا من هيئة الاستثمار ودوائر الاستثمار الأخرى، لأنه اليوم احنا بدنا نشوف أي علامة من علامات يعني الاستثمار الاستراتيجي ده في داخل العراق، ولا نلاحظ أي قرار يتخذ في قطع دابر ما يحدث الآن في مسألة الدولار الموازي والدولار الحكومي وكثير من الأمور الأخرى اليوم اللي احنا نلاحظها في مسألة إدارة الأمور الخاصة بالمنافذ الحدودية، الخاصة بالجمارك، بالرسوم، يعني بالضرائب، يعني الأمور مبعثرة في كل ما يتعلق بإدارة المال. اليوم أنا أتحدث ويا الأستاذ الضيف يعني مسألة يعني إيرادات المنافذ من الدينار العراقي وإدارات الرسوم الأخرى من كل الدوائر الخدمية وينها؟ يعني إذا نحتاج إلى قوة، نحتاج إلى إمكانية في التغيير على الأقل، ما أقول في الإدارات العليا، لكن الإدارات الوسطى اللي هي أهم من الإدارات العليا في إدارة المال، وخصوصا إذا كان هذا المال هو الدينار العراقي اليوم، لأنه إحنا كل التحولات القادمة أو التحويلات القادمة المتعلقة بمسألة الصرف راح تكون بالدينار العراقي ودعم الدينار العراقي. رقابة اللجنة المالية، لجنة التخطيط، لما نتحدث عن وزارة المالية ووزارة التخطيط، أيضا الدور البرلماني وين دكتور مصطفى؟
البرلمان نزل موازنه 200 تريليون بها نثريات بالسنه 28 تريليون خوش وبها انفاق جدا متوسع. صدروا موازنه يعني قعدوا ودرسوها وراي الخبراء وساعدناهم ادري شنو صارت 170 180 وعندي نسخه من عندها ها اللي دزوها رفعوها لرئاسه مجلس النواب. قالوا يابا 170 180 يابا هوايه. لا احنا عرفنا. ثاني يوم جاهم قرار ما ادري مين عافوا كل هالموضوع راحوا قرروها مثل الاسود على 200 يا برلمان استاذ احمد. اللجنه الماليه الحاليه يعني يتكلمون مثل المحللين يعني على ارض الواقع هم تنفيذهم كل شيء ماكو. موازنه 200 تريليون لاول مره بتاريخ العراق طلعوها نفسها 200 تريليون. صدق تحجون كذب ونفسهم نسبه 70% كانوا هم نفس الاشخاص قرروا سابقا قانون الامن الغذائي اللي هذا قانون من سنه 2007 كنا نقرر شي قوانين نعطي فلوس طوم وبعدين بكيفهم يقعدون الوزارات يقسموها كلها تنباق. يابا يا جماعه الخير هالقوانين ترى تركناها ماكو شيء. لا لا مستعجلين رجعوا قرروا لنا موازنه 200 تريليون هم نفسهم اكو 10 تريليون ما يعرفون وين راح تنصرف. واحد في صندوق التنميه وثمانيه مخصص لبرنامج حكومي ما يعرفون وين راح تنصرف. فبالنتيجه اللجنه الماليه البرلمانيه جدا ضعيفه وغير قادره حتى على ابسط الامور فبالتالي احنا نعول عليها. نعول على حقيقة يعني المتخصصين وحتى يعني قادة المؤسسات المالية في العراق. أنا أؤمن بأن تشريعاتنا القانونية وسياسات المالية والسياسات النقدية ضعيفة تحتاج إلى تعديل قوانين قانون البنك المركزي، قانون المصارف، قانون هيئة الأوراق المالية، قانون الضريبة، قانون الاستثمار، قوانين ضعيفة وتشريعات ضعيفة واقعة بيد الفساد. أنا مع تعديلها على شكل باكيجات وإرسالها حقيقة بشكل، لكن هو الخوف اللجنة المالية تقعد هم من يفرضون عليهم على مشكله حقيقه، لكن ما يخالف نعدل القوانين ونمشي خطوه للامام افضل من نظل واقفين في مكاننا. قوانين حاليه ساقطه بيد الفساد. فانا حقيقه مع تغيير التشريعات والسياسات وهي اهم من تغيير الشخصيات. نحن شفنا في كل منصب يعني على مدى السنوات العشرين تغير 6-7 اشخاص بس ما ظلت نفس الوضعيه، ما معقوله ما بهم واحد زين، لكن واقعا القانون والتشريع جدا سيء. بس هسه احنا مثلا هسه القانون الاستثمار العراقي هذا القانون حقيقة جدا ضعيف، يعني يقول لك بصراحة هيئة الاستثمار تعطيك اجازة استثمارية 14 ممثل 14 وزارة، ممتاز. ترجع تتعاقد ويا 14 وزارة 14 وزير يوافق لك. تتلعبون عليه من انتم؟ فيجيهم المستثمر الاجنبي يقول لهم يلا جولة تراخيص، جولة تراخيص استثناء من جميع القوانين، يلا يقدر يشتغل. والعراقي ظل يقضيها رشاوي وفساد وهم حاطين قانون حتدفع رشوة. قانون الاستثمار هو قانون حتدفع رشاوي. وخلي اكبر واحد يقول لي لا طبعا القانون يقول تعال تفضل انت سبع روح جيب لي موافقه 14 وزير. هذا لعب حقيقه. فبالنتيجه نحتاج وانا مع اللي تفضل به دكتور علاء 100% يعني طيب. مناشده السيد محافظ البنك المركزي العراقي يعني حقيقه هو كان من داعمي ومؤيدي الافصاح المالي. النشره النهائيه لمبيعات الدولار ومنو دا يشتريها يا مصارف يا شركات من حق الشارع العراقي يطلع حتى نشوف. سابقا هو السيد المحافظ نفسه من 2014 15 نعم لما صارت موضوع داعش وبدا سعر الدولار يرتفع كانت النشر كنا نشكل ضغط على المصارف. انت ماخذ هالقد الحصه وينها؟ احنا كمختصين وحتى الشارع يشكل ضغط. اليوم احنا ما نعرف نسمع عن مصارف ماخذه كل الحصه ونسمع عن مصارف كل شيء ما تاخذ، ما تعرف الكذب من الصدق وين. فاعاده النشره وتوزيعها هذا اهم ضغط واهم اعلام. هذا المصرف اخذ هالقد حصه، انا راح اقول بابه ما ينطينا اطلع بالاعلام، غير يسوي نفس الحاله، اما انت ضامن نشره، مضموم النشره، وما نعرف من ياخذ الدولار وبس يابا شحه وما ادري شنو، لا 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 احنا نتقدم لقدام ونرجع لورا. فالناشر السيد محافظ البنك المركزي العراقي هو من مؤيدين الافصاح المالي اعاده النشره النهائيه ونعرف منو دا ياخذ الدولار يا مصارف يا شركات، وهذا من حقنا حقيقه، من حقنا كمختصين ومن حق الشارع العراقي كذلك يعرف هذا الموضوع، ماكو سريه بالموضوع. دكتور علاء يعني ما يتفضل به من تفاصيل الدكتور مصطفى نحكي عن التأخر في إطلاق تخصيصات الوزارات والمحافظات ما يضر بالتوقيتات المثبتة لتنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة ما يخلينا ننسحب لعشوائية الصرف. الأستاذ العزيز الفشل واضح، الفشل واضح في كل ما يتعلق بالإدارة المالية سواء من قبل الأخوة في محافظاتنا العراقية أو حتى في محافظة بغداد وإدارة المال. نعم. في كل ما يتعلق بخدمات المحافظة يعني
ما أقول التخلف واضح بقدر ما يعني وضوح الفساد اليوم في مسألة يعني مسألة يعني الأستاذ تفضل فيما يتعلق بالقوانين يعني قانون الاستثمار والقوانين الأخرى. القانون قانون موجود، القانون لا غبار عليه، ولكن مسألة إدارة ومتابعة هذا القانون ومتابعة تشريعات هذا القانون. يعني احنا مشكلتنا مشكلة المتابعة. يعني سيد رئيس الوزراء من يتخذ قرار او من يتخذ امر معين يحتاج الى من يتابع هذا الامر. يعني لدينا مستشارين، هناك من يقول انه 60 او 70 مستشار لدى السيد رئيس الوزراء. كثير من الامور تتعلق بإدارة المال لدى المحافظات ومشاريع المحافظات اليوم اللي احنا ما نلاحظ ولا نلاحظ يعني طابوقتين واحدة فوق الاخرى، ما اريد اقول طابوقة واحدة. وفي بغداد ايضا بالفترة الاخيرة ظهرت عندنا مسألة المجسرات ومسألة الانفاق، وخلوا اليوم بغداد في حيصبيص فيما يتعلق في يعني زحمة المرور ومشاكل المرور اليوم. المشكلة مو بإداء يعني بالقوانين. احنا عندنا يمكن قانون الاستثمار من خيرة القوانين الموجودة، قانون رقم 13 في المنطقة، لكن القائمين على إدارة هذا الاستثمار هي هاي المشكلة ومتابعة هذه القوانين. مشاكل كثيرة فيما يتعلق بالصرف، يعني لا زالت الأمور مبهمة مثل ما تفضل الأستاذ، يعني مسألة 1/12 صرف من خلال الموازنة أو لا أحد يعني يعلم. احنا مشكلتنا اليوم في اللجنة المالية داخل البرلمان، يعني ما أريد أقول أنه هذه من أكثر اللجان يعني تعطيلا في يعني إذا ما قارناها في كل يعني دورات البرلمانات السابقة من 2014 نزولا أو 18. اللجنة المالية في البرلمان العراقي وحتى لجنة الاقتصاد لم يكن لها دور فاعل ونشط فيما يتعلق بمتابعة القوانين وفيما يتعلق بمسألة الصرف لدى المحافظات ومسألة الصرف لدى يعني السلطات الأخرى. هي هذه المشكلة، مشكلة المتابعة. يعني نحتاج إلى دائرة معينة، قد يكون لدى هذه الدائرة موظفين لهم القدرة والإمكانية على متابعة كل ما يزور من خلال مجلس الوزراء ومن قبل السيد رئيس الوزراء. رفعنا بها يعني من خلال رجال الأعمال ومن خلال مجلس الخبراء العراقي إلى السيد رئيس الوزراء كثير من التقارير تتعلق بالفولو أب أو يسميها إحنا المتابعة. نحتاج إلى رجال لهم الكيفية والقدرة على متابعة هذه القرارات ومتابعة إجراءات يعني نقل الأموال ووين تروح هذه الأموال وكيف يتم صرفها وعلى أي مشروع. احنا نعرف اكو اكثر من 1200 مشروع اليوم، مشاريع وهمية تم الصرف عليها كميات هائلة من الأموال ولكنها غائبة لا على الأرض ولا حتى في السماء. فهي هذه المشكلة يا أخي العزيز في مسألة إدارة القوانين ومتابعة القوانين الصادرة بمسألة الصرف والموازنة. هنا أنا دكتور مصطفى، بالإضافة للمشاريع يعني أكو شرائح مجتمعية انضافت بالموازنة وأيضا تنتظر تخصيصاتها، يعني تعيين الأوائل، حمل الشهادات العليا وغيرها من العقود، وهذول ينتظرون تخصيصاتهم. أستاذ أحمد، بالنسبة لرواتب المتعاقدين اللي تم تثبيتهم، بالنسبة لرواتب التربية اللي تعينه، وبالنسبة لرواتب الأوائل، بالنسبة لسحبة الشهادات العليا 43,000 مو 31,000 اللي ما يعني صعدوا مشاكل بالكود وغيره، كلهم مشت أمورهم، يعني كلهم استلموا وما عندهم أي مشكلة هذولا، إنما هو بقى التوقف في جوانب النثريات وجوانب الاستثماريات، لأن هاي تخص أكثر شيء محافظات. فهاي حقيقة الآن يعني أنا قلت لك وممكن أكو إنفاق بدأ، بس احنا نظامنا نظام ذرعة، يعني ينجز ذرعة لا تعطيه فلوس. فقد يكون حقيقة بدأت المشاريع في بعض المحافظات لكن ما منطي فلوس، يعني لذلك ما تظهر بالكشف اللي تصرفه الدولة شهريا، لكن قد يكون هناك مشاريع بدأت بالعمل من تنجز الذرعة راح الطلعاني انطي راح يظهر بدأ عملية صرف الموازنة. هذا حقيقة الموضوع، يعني انا اعول على هذا الجانب اكثر شيء. وعلى موضوع الدينار، نعم اكو شحة دينار، نحتاج الى دخول بعمليات مصرفية، نحتاج الى تنويع دينارتنا، يعني الجباية، عمليات المصرفية، جذب الودائع من الجمهور. 88 تريليون لدى المواطن العراقي من اصل قرابة 110 تريليون مصدر الى مو اكثر.
هذا كارثة في المعايير العالمية دي. يعني أنت دينارك ما تعرفه وينه، ما يصير يجي. حتى أمريكا من قاعد نطبع قاعد تعترض تقول أنت وين بقيت الدينار؟ قلوا لي هذا موجود هي الشركة، قلوا لي موجود في هيك مكان. ما عندنا حقيقة معلومات للأسف. أكو تداور، يعني ستقول لي كل ما ندري بيه، لا أكو نسبة ندري بيها قرابة 50% قاعد تداور بالسوق، لكن أكو نسبة كبيرة مدخرة دي البيوت. شلون تثبتها؟ شلون تطلعها؟ شلون تجيبها؟ نحتاج نظام مصرفي. للأسف في السنوات السابقة فشلنا في بناء نظام مصرفي. أنا ما أفسر النظام المصرفي شغلة تحويلات واعتمادات ودولار. نظام المصرفي شغلة يجذب ودائع، يعطي قروض، يمنح استثمار، يدخل باستثمار، يسوي علاقات دولية، يدخل بالمجتمع. هاي المجتمعيات، هاي العمليات المصرفية الحقيقية حقيقة تنتج من عندها استاذ احمد ادوات مصرفية، ينتج منها صكوك، يبيع لك اوراق نعم. تجارية، اوراق مشاركة، شهادات اعتماد، اوراق اعتماد، شنو اللي عجبك؟ هاي الادوات المصرفية منتشرة بالعالم وكل شيء ما نملك منها. فبالتالي انا بقناعتي ما نمتلك نظام مصرفي. اعول على سيد محافظ البنك المركزي يعدل الكمرس معيار التقييم، يسوي كمرس بلاس، يضيف لك قد اعطيته قرض، قد استثمرته، ويخلي على بلاس 80% من التقييم، وعلى الكمرس قد رئيس مالك ايش قد عندك سيوله 20%. راح نقدر ندفع المصارف الى ان تدخل العمليات المصرفيه، تقدر تجيب لنا دينار، تنشط السوق، تنشط الدوره الاقتصاديه. الاكتناز مدمر يا جماعه، الاكتناز مدمر. فاذا سمحنا للمواطن العراقي خاف على فلوسه ويكتنزها هو حقه، لكن بالنتيجه هذا راح يسوي تدمير بطيء للاقتصاد العراقي، وهذا اللي يصير بينا. نحتاج نظام مصرفي، نحتاج الى تطوير معاييرنا، نحتاج الى الدخول الى السوق العراقيه وجذب الودائع ويعني انهاء هذه عمليه الاكتناز. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي ضيفا كريما في الاستوديو، والشكر الموصول والكثير للدكتور علاء القصير الخبير الاقتصادي حدثتنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لانضمامكم معنا، ونتواصل اياكم مشاهدي الاحبه بعد الفاصل، نتابع. الشيخ الدكتور همام حمود يطرح استراتيجية نوعية في مواجهة العالم الغربي ودعمه لجرائم غزة.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. وفي هذا الملف أرحب بضيفي الكريم الأستاذ نزار السلطان، عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. حياك الله أستاذ نزار. وكذلك أرحب بالدكتور صالح الشدر، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية. أستاذ نزار، جميع النداءات والاستغاثات الصادرة من غزة بالكف عن دعم الغرب لإسرائيل للأسف ما وجدت أذان صاغية. اليوم ضروري نغير أساليب المواجهة ومحاصرة الغرب. شكرا جزيلا لك ولضيفك ولمشاهديك. حقيقة يعني مؤلمة جدا المواقف اللي شاهدناها لدى أغلب دول أوروبا، يبدو حزمت أمرها مع أمريكا والكيان الغاصب في قتل الأبرياء والأطفال، والمشاهد البشعة اللي والمؤلمة اللي شاهدها العالم، وما يحصل في غزة من استهداف مجنون واستهداف يعني لم يحصل له مثيل في التاريخ إلا ما شاهدناه من مجازر يعني مارستها أنظمة ديكتاتورية بحق شعوب آمنة مطمئنة. يعني أنا أعتقد أنه الأمم المتحدة والمؤسسة الدولية لم تأخذ أو لم تستطع أن ترتقي بمستوى المسؤولية إلى مستوى الحدث بسبب هيمنة أمريكا وحلفائها على القرار الدولي، وهذا ما تحدثنا به سابقا بضرورة تغيير هذه المعادلة وتفكيكها لصالح يعني تحقيق العدالة في إصدار القرارات وتأمين الشعوب من شر القوى المتطرفة المتسلطة على رقاب الشعوب. وما حصل اليوم في غزة يعني وصمة عار في جبين المؤسسة الدولية أولا بإدارتها الحالية، وفي جبين الدول الداعمة والمنخرطة مع الزعامة الأمريكية بهذا التوجه. وأعتقد أن لدى العرب فرصة إذا كانوا فعلا جادين في تغيير المعادلة باستخدام أساليب جديدة للضغط، وأسلوب أحد هذه الأساليب لعل اليوم الطاقة تشكل جزء مهم وفاعل لدى العرب اتجاه الضغط على حلفاء أمريكا بهذا الدعم المفرط للكيان الغاصب، إذا ما علمنا أن أوروبا تستهلك يوميا من الغاز العربي أكثر يعني سنويا بحدود 80 أو أكثر من 80 مليار متر مكعب، يعني موزع ما بين الجزائر ومصر وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى حوالي مليون أو أكثر من مليون برميل من النفط العربي يغذي الطاقة في أوروبا. هذا سلاح فتاك وسلاح يعني أعتقد آن الأوان لاستخدامه في تغيير أدوات المعركة واستخدام الحق المشروع، مثل ما استخدمت بعض الدول العربية حتى الأساليب يعني كل أدوات قطع الطريق على الضغط على الكيان الغاصب، ومنها حتى الإعلام في بداية المعركة. تتذكرون أن في فرنسا بدأت تعتقل حتى المتظاهرين الذين يرفعون العلم الفلسطيني، إلى أن أصبحت القضية يعني غير مسيطر عليها عندما خرج الشارع الفرنسي والمواطن الفرنسي بنفسه يدين تصرفات الحكومة الفرنسية. طيب أستاذ نزار، يعني خليني أقاطعك هنا، وما دام أن هذه المسارات هي الضرورية، أرحب مجددا بحضرتك دكتور صالح الشذر وأسأل عن دعوة المجلس الأعلى باتباع استراتيجية النفط مقابل حماية غزة، مو تمثل انتقال نوعية في جبهات الضد؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الأعزاء. بالتأكيد لك كل التحايا، حياك الله. بعد أن أخفق مجلس الأمن وفي تبني قرارين حقيقة، الأول من الولايات المتحدة الأمريكية الذي جوبها بالنقض من قبل روسيا والصين، والثاني من قبل برازيل مدعوما من روسيا والصين أيضا جوبها بالنقض من قبل أمريكا، إذن تعطل مجلس الأمن وحقيقة انتهى دوره. وهذا يذكرنا بفترة الحرب الباردة في خمسينات القرن العشرين عندما كان هناك
مناكفات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تعطل مجلس الأمن تماما. هنالك حل في العلاقات الدولية بعدين نرجع إلى، بس الجواب على سؤال حضرتك المهم جدا. بالتالي من الممكن أن نعيد يعني سنة عام 1973 عندما استخدم العرب النفط سلاح في المعركة. بالتالي فهذه دعوة من قبل الدكتور همام حمودي، وأنا أؤيد وبشدة، وأنا قلتها قبل ذلك بعدة لقاءات، هنالك استثمارات كبيرة لدى الغرب في حقا في الدول العربية، وبالتالي نستطيع أن نفعل الشيء الكثير، ولكن هل هنالك همة عربية وهنالك جانب قومي وطني عربي أو إسلامي يستطيع أن يتحرك، أو هنالك ضمائر من الممكن؟ أعتقد أن من ذهب باتجاه التطبيع لا يمكن أن يفعل ذلك، وبالتالي أعتقد أن هنالك دول أيضا هي نفطية، دول هي دول الممانعة ودول محور المقاومة، وبالتالي نستطيع أن نفعل الشيء الكثير أيضا نحن يعني من خلال هذه الدول. لدينا أصدقاء لا سيما في مجلس الأمن يعني مثل روسيا والصين وبعض الدول الأخرى وبعض الدول التي راغبة في تغيير طبيعة النظام الدولي، من الممكن أن نستفيد دبلوماسيا ونتحرك باتجاه هذا الموضوع، وأن حقيقة نسحب استثماراتنا جميعا من الغرب ومن أمريكا وباتجاه الشرق إلى لصالح الصين وروسيا. وأعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك المعادلة كبيرة جدا إذا ما فعلنا ذلك حقيقة في كافة استثماراتنا النفطية وغير النفطية التي هي مشاريع عملاقة كبرى لا سيما في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي سوريا، وبالتالي نستطيع فعل يعني حقيقة من وجهة نظري الشيء الكثير بدون اللجوء للدول العربية أو إحراج حتى الحكومات العربية حتى تسير في هذا الاتجاه. نعم. طيب هنا ضمانات التفاعل أستاذ نزار مع دعوة الحظر النفطي عربيا شلون راح تكون، مثل ما أشرت أيضا حضرتك والدكتور في مثل ما صار بال 73؟ يعني أنا أعتقد اليوم العنصر الضاغط في الساحة العربية هو العنصر الشعبي وليس الحكومي، والعنصر الشعبي يبدو أنه بدأ يتصاعد في أغلب الدول العربية بدرجات متفاوتة، ولعل هذا الأمر يعني هو العنصر الأساسي في إرغام الحكام العرب باتجاه تغيير سياستهم واستخدام الحق العربي والأداة العربية الأساسية في الضغط على حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق يعني الأمن والسلام لهذا الشعب المغدور. وأنا أعتقد يعني قضية الضمانات يعني بهذه الإدارة العربية يعني المفككة والمنبطحة ل يعني القرار الأمريكي للأسف الشديد، ما أعتقد أنها يعني سيكون هناك يعني ضمانات سواء جامعة عربية أو أي مؤسسة دولية أخرى إذا ما كان هناك يعني تصاعد في الساحة الشعبية، وهذا لعله بدت مؤشراته يعني نجدها في بعض الساحات العربية تتصاعد بشكل يعني قد يكون أو يسبب قلق لبعض الأنظمة العربية، وهناك لعله يعني حركة أو تغير وإن كان طفيف في المواقف بعض الدول العربية التي تمتلك علاقات سياسية قوية مع الجانب الأمريكي، هناك تغير باتجاه إرضاء الشارع العربي، وإذا ما استمر الضغط الشعبي أنا أعتقد المجتمع أو التحالف الأمريكي الغربي بدأ يفقد يعني مساحات مهمة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة هذه السياسات، وهذا مؤكد سيكون أيضا عنصر ضغط آخر على المصالح الغربية والأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ولعله القادم سيكون أفضل بكثير في اتخاذ هكذا مواقف، لربما تأخذ طريقة بشكل يعني مؤثر جدا في صناعة القرار باتجاه حماية مصالح
وأمن الشعب الفلسطيني. وفقا لذلك دكتور صالح، يعني التفاعل ممكن يخلي دول العالم الغربي تراجع سياساتها الداعمة لحروب الإبادة الجماعية في غزة؟ بالتأكيد، يعني حقيقة الجانب الإنساني نحتاج إلى دعاية بروباغاندا كبيرة جدا من قبل الجانب العربي بصورة عامة، لحقيقة على سبيل المثال عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار الجانب والمساعدات الإنسانية حصلت على 128 دولة، 128 صوت مقابل 14 ضد القرار و45 على التل، وبالتالي حتى هذه 45 نستطيع أن نسحبها لصالح العرب ولصالح القضية الفلسطينية ولصالح حماس إذا ما كان هناك حقا إعلام عربي موجه وإسلامي ومتفق عليه. أعتقد أنه ما زلنا بعيد عن هذه التوجهات، وبالتالي أنا أيضا يعني حقيقة أشاطر الأستاذ عباس، من الممكن أن يكون للضغط الشعبي في العواصم العربية له تأثير كبير، لا حتى يخافوا حتى تهتز عروشهم، ولكن أعتقد أيضا يحتاج إلى تنسيق شعبي من قبل الشعوب. أعتقد أنه موضوع التواصل على الفيسبوك يعني يذكرنا بفترة الربيع العربي، ونحتاج إلى فترة ربيع قد يكون شتائي للتواصل الاجتماعي بين أبناء العروبة، لحقيقة لهز عروش الحكام الذين طبعوا مع إسرائيل والذين حقيقة لا ينتمون إلى الجانب العربي والإسلامي ولا القدس بصلة، ونستطيع حقاً أن نتحرك بهذا الاتجاه من خلال يعني حقاً المثقفين وطلبة المدارس وطلبة الجامعات والشباب الواعي، وأعتقد أنه من الممكن أن نضغط بهذا الاتجاه. أما موضوع الدول العالم، أعتقد أن الرأي العام العالمي ما زال يتفرج، وما زال حقيقة لا توجد قيم إنسانية نبيلة لدى الغرب، وبالتالي الغرب هو معروف يعني منذ التاريخ هو احتلال، وحقيقة هو تعدي على الأوطان، وبالتالي لا يمكن أن نترجى حقا خيرا من أناس لهم تاريخ مليء بالدماء، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية غزت حقيقة أهل البدالة الأصليين الهنود الحمر وقتلتهم وحصلت على الممتلكات، وبالتالي يعني طورت نفسها إلى ما يسمى بالحضارة الأمريكية التي لا تنتمي للحضارة بأي صلة. الغرب يقدر يستغنى عن مصادر الطاقة اللي أغلبها بمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص في منطقة الخليج في دقيقة لو سمحت أستاذ نزار؟ مؤكد ستكون ضربة قاسية للاقتصاد الغربي، خاصة وأنه هو أصلا يعاني من قضية غياب شريان مهم، شريان الروسي لتمويل الطاقة في أوروبا. إذا ما صار هذا الفعل لدى المنطقة العربية والشرق الأوسط ستكون ضربة قاسية للمصالح الغربية، وهنا ستكون عملية تحول لعله السياسات يعني المستقبلية لمنطقة العرب والشرق الأوسط نتيجة تصرفات الغرب الغير مسؤولة والخارجة عن القانون الدولي. أنا أعتقد كثير من دول الشرق الأوسط وأفريقيا بدأت تعيد حساباتها في ربط مصالحها بأمريكا وأوروبا، وهذا ما شاهدناه في أكثر من دولة أفريقية بالأشهر القليلة الماضية اللي غيرت مسار مصالحها. وأعتقد هذه كلها تندرج ضمن الخسائر الجيوسياسية للتحالف الأوروبي الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا بسبب إفراط هذه اللوبي وتفرده بالقرار الدولي واستئثاره بالمصالح الشعوب بشكل مفرط. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نزار السلطان عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والشكر الكثير لحضرتك الدكتور صالح الشذر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية ضيوفا أكارم في الاستوديو، وكذلك شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان.